عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مين عنده فائدة قبل ما نحكي القصة؟ قصة إيش؟ في واحد عنده فائدة على القصة دي قبل ما نحكيها؟ من هو؟ أكيد. طب أنت عارف القصة؟ أيوة عارف القصة. قول. حق الحرمة اللي عذبت البسة، المرأة التي عذبت الهرة. انتبهوا، قصة مرة مهمة، وهو مرمية في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة بسة حبستها، على صوتك، ولا أطعمتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي الخير اللي موجود في الأرض والأعشاب وما شابه ذلك. تفضل وارفع صوتك. يقال في رواية أن كانت تنظف البيت فدخلت عليها البسة. زعلت منها يعني؟ هي اللي أخذتها، لا هي قاعدة تنظف البيت جاءت عليها بسة. طيب، لكن إحنا يا إبراهيم كردي نأخذ العبرة أنه إحنا الآن أمام قصة مرة مختصرة، هذه من القصص المختصرة اللي مليانة عبر. امرأة شريرة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت الجنة أم النار؟ نار. أحمد ياسين، كيف ترى هذا الموضوع؟ موضوع سيء، يعني سيء إنك تجي تعذب شيء يعني صغير، ما يعني مو مرة يعني ضعيفة، هي ما أحسن تخش فيها النار. آخ، أنا بس ذكروني قبل بدي أقول لكم، أنا شفت، حرجع لكم، أنا شفت يوتيوب بكاني أولاد ماسكين بسة ويسووا كده فيها، يسووا بديلها، شفتوه؟ بعض شبابنا الله يهديهم يبغى لهم ضرب بوكس في الهواء يطيرهم. طب بعض يحرق الحمير. اخ طيب، ناخذ فهد. حتى لو المخلوق هذا ذاك ما تعامله بنفس ما ذاك هو. رأيت انا مقطع في اليوتيوب، شخص الظاهر انه القطه سوت شيء في السياره وخربت حاجه، زعلته، قطع ذيلها. اوه قطع ذيلها، يقول انت اللي تقطع قطع. ايوه، حتى سافي انا شوف مقطع في وزغه عند الباب حاطته. طيب ناخذ عبد المجيد، علي صوتك. الحين انت لو اذيت حيوان فانت تنزل نفس المستوى، يعني لانه هو غير عاقل. واو، كيف يعني انت عاقل؟ هذه كلام كبير يا عبد المجيد، كلامك كبير، انت نزلت الى المستوى هذا، كيف انت توصل؟ احمد عقيله حجيكم دحين، تفضل يا احمد. انت اذا مثلا تحب هذا الحيوان واشتريته، يعني خليك مسؤول عليه، مثلا تشتريه ولا تاكل ولا شيء، اهتم به ولا سيبه في حاله. ايه، شكرا شكرا شكرا. عبد العزيز عاشور، ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. الله اكبر، وارفعها بصوت عالي. ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني نتعلم الرحمه. الرحمه يا حبايبي حلوه. هات. دعت المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ايش دخل الموضوع ده؟ يمكن ان ضربت واحد انسان. طيب، اذا انا ممكن اخرج كلامك الحلو اللطيف اللذيذ اللي هو من احلى ما يمكن، مع انه بعيد عن الموضوع، انه ما دام الله امرنا برحمه الحيوانات، ماذا عن الانسان؟ يا سلام، نعيد المقطع ده مره، عجبني، شوف نسوي حركه. ما دام الله امرنا بالرحوه اللي بعده، ما دام الله امرنا بالرحمه بالحيوانات، ماذا بالانسان؟ واو، والله ينفع بمسرحيه الولد هذا، انت ممتاز. فهد، للاسف كمان اذا انت سويت هذا الذنب راح يكون عليك بذنبين، انك تكبرت على شيء مخلوق من مخلوقات الله. الله يسبح الله، الله يسبح الله، ها، يكون تكبر اي وعدم رفق بالحيوان. وهذا الله، ولاحظوا انه الغربيين عندهم رفق بالحيوان، هم يحسبوا انه هم اللي جابوا الشيء ده، وهو موجود في ديننا وفي اسلامنا. عاشور، برضو كمان ما ننسى انه الرحمه شعبه من شعب الايمان. الله الله، اللهم اجعلنا رحماء يا رب، قولوا يا رب. احبك يا رحمه، احبك يا رحمه.
حبايبي لأنه باقي لنا دقيقة واحدة نبغى نلم الموضوع مع بعض ونختم إن شاء الله عز وجل. يلا يا إبراهيم. بس كمان من دريد إنه كان في ديننا اللي سقى الكلب بخفه. أوه شايفين شايفين. دخل الجنة. في كل كبد رتبة أجر. اللهم صل على سيدنا رسول الله، صلوا على سيدنا رسول الله اللي علمنا هذه الفوائد وهذه العبر وهذه الأحكام الرائعة الجميلة التي هي من صلب ديننا. تفضل يا أحمد ياسين. بسبب حيوان ممكن تخش الجنة والنار، زي اللي ساق الكلب ولا عذبة البس. أنت مش معقول، حلبسك عيب ما زي دي حلوة، لبسني هي واحد صاحبي. يجب أن نعرف أن ديننا ليس دين ترهيب وترويع. في المقابل التي حبست قطة ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار، الذي سقى الكلب بخفه دخل الجنة. ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذا الدين. أحبك يا إسلام، أحبك يا إسلام. أنا عارف أنكم تبوا تقتلوني لكن نتوقف هنا. الحلقة الجاية تقول فائدتك حبيبي أحمد. أولادي أصدقائي الله يسعدكم ويحفظكم، قولوا آمين. آمين. الله يوفقكم، قولوا آمين. آمين. أنا نفسي أسوي معاكم 3,543,000 حلقة. جاهزين؟ لا حلقكم أنا عشان. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل زوم، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل زوم، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. سمعنا حدوتة وحكاية، كيف كنا بالهداية للفخر والمجد آية والجلال. حكينا تاريخ البطولة والطليعة والرجولة، إحنا أزهار الطفولة والجمال. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل سوم، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور.